تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا ما أن زار جورج بوش المنطقة حتى سارع وزراء الداخلية العرب إلى تونس الخضراء لتعديل ما يسمى بقانون الإرهاب كي يصبح سيفا مسلطا على الإعلام والمجتمع، ثم ما لبث وزراء الإعتام والإلجام العرب كما يسميهم أحد الساخرين أن توافدوا على القاهرة لإصدار فرمان لإخراس الإعلام الحر؟ ألم يكن الشارع العربي محقا عندما سمى الوثيقة الصادرة عن وزراء الإعلاك العرب بأنها من بركات زيارة بوش أن توافدوا على القاهرة لإصدار فرمان لإخراس الإعلام الحر؟ ألم يكن الشارع العربي محقا عندما سمى الوثيقة الصادرة عن وزراء الإعلاك العرب موظفين أمنيين أصلا؟ يضيف آخر، كيف يزعمون أنهم يريدون الحفاظ على كرامة المواطن وهل إنها من بركات زيارة بوش؟ يضيف آخر، أليست وثيقة لا شرف؟ لماذا تحدث بعض وزراء الإعلام عند إصدار الفرمان بلهجة ضباط المخابرات؟ وهل هم سوى موظفين أمنيين أصلا؟ يضيف آخر، السيادة والقروش والكروش للحفاظ على العروش؟ كيف يزعمون أنهم يريدون الحفاظ على كرامة المواطن وهل ترك أسيادهم الطغاة للمواطن أي كرامة وأي شرف؟